توقف الميعاد عند المرأة بيأثر عليها وبيعملها تغيرات بجسمها. كتير من النساء بتلاحظ انه عم يبلش يزيد وزنها، وخاصة عم بتزيد الدهون بمنطقة البطن مش بالإجرين او بالأرداف او بالفخاد مثل ما كانت عم تخدها من قبل. اهم شي نعرف انه نوعية الاكل مهمة، لازم تتبع دايت قليل الوحدات الحرارية والاهم قليل بالنشويات، لازم تعمل رياضة كل يوم على الأقل نص ساعة، لازم تشرب مي منيح تتخلي الميتابوليزم يضله عم بيمشي، وأهم شيء لازم تنام منيح لأنه دراسات فرجت أنه النوم بيأثر على الوزن. إذا عنا هالمشكلة ما بيعني أنه خلص مع العمر رح ناخد وزن، إذا انتبهنا وتجنبنا هو أكيد أفضل من أنه يصير عنا المشكلة وما نعرف شو بدنا نعمل. I can feel your heartbeat.